تنظيم هذا اليوم ديال يوم سميناه يوم الاعتراف، يوم الاحتفاء بالمكرمين، جاءت بعد سنوات اللي كان كل مؤسسة جامعية انها تقوم بالتكريم ديال الاساتذة والاداريين المحل التقاعد. والتقى مجلس اللي كان فيه السيد رئيس الجامعة السابق مع السادة العمداء انه نوحد هذا التكريم ويكون على مستوى الجامعة. حقيقة هي التفاتة للأطر ديال الاساتذة الجامعيين والأطر الإدارية لرد الاعتبار لكل ما قدموا من خدمات جليلة خدمة للجامعة ولمؤسساتهم بصفة عامة. حقيقة هذه السنة كانت النسخة الأولى اللي تم خلالها التكريم ديال 43 ما بين أستاذ باحث وإطار إداري، وهم أغلبيتهم من الجيل الأول الذي من اللبنة الأولى للجامعة، أغلبهم من كلية العلوم، 31 أستاذ جامعي وإطار إداري وتقني، وعشرة من كلية الآداب ما بين أساتذة وإداريين، ثم إداريين اثنين من رئاسة الجامعة. هذا الجيل ديال الثمانينات اللي بنى اللبنة الأولى ديال الجامعة. وعرفت هذه السنة تقريبا هذا الجيل الأول غادي يكون هذه السنة والسنة المقبلة هو اللي غيكون كما تنقولوا احنا في إحصائيات البيك ديال لاماس ديال الأغلبية اللي غتحل على التقاعد. لما جات وتبلورت مع الرئيس الجامعة السابق وتمنت من طرف رؤساء المؤسسات الجامعية، السيد الرئيس الحالي بالنيابة شاف الفكرة وحبدها وتم الاتفاق على أنه إن شاء الله غادي يكون عرف سنوي خلاله يتم التكريم ديال جميع الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية محالة التقاعد. حقيقة هذه السنة مشينا سنتين، يعني السنة الجامعية الحالية واللي قبلها، ولكن ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله في كل نهاية سنة جامعية سيتم تكريم ديال الأطر الإدارية والأساتذة الباحثين الذين استحالوا على التقاعد. هذه المناسبة تشكل محطة ثانية لأننا صحنا التقاعد، دابا ولات عندنا فرصة أخرى ديال الحياة باش نعيشو عاوتاني مع وليداتنا، لأن كنا تنعطيو الإدارة كل اللي كان عندنا من طاقات من الكفاءات اللي كانت عندنا كنا تنوظفوها خاصة الإدارة، وكانوا وليداتنا ضايعين حقنا لأن كنا مضيعين شي شوية، لأن كنا تنجيو مرة أخرى وتعرفوا العمل الإداري شاق شي شوية وتكون بعض الحالات قوية، لأن تقدر تستغرق نهار كامل وأنت في الإدارة، خاصة كنت تنشرف على واحد المصلحة ديال الصفقات ومصلحة ديال الالتزامات، لا يمكنش لك لأنه خاصك تمشي تكمل ديك الخدمة ديالك، خاصك تفضيها وتتعرف الالتزامات والتوقيت، ما تسمحش بعض المرات، لأن بعض المرات الناس تخرج مع 6 وأنت خاصك تبقى حتى 8 حتى 9 ولا 10، وأنا تنوصل بعض المرات حتى 11 12 عاد تمشي. لأن كانت عندنا ميزانية وكان عندنا التزامات، كنا ولا خصنا نكملو ديك الالتزامات ديالنا، والحمد لله حنا دوزنا هاد الفترة ديالنا بسلام، وكان كلشي بخير وعلى خير، وتنتمناو هاد الموظفين اللي بقاو في المكان ديالنا أو بقاو مورانا حتى هما يدوزو المرحلة ديالهم الإدارية على أحسن وجه وعلى أكمل وجه، كفاءة ومصداقية وبذلوا مزيد من العطاء والجهد في سبيل تطوير الاداره المغربيه وشكرا. معك استاذ طلال. هذا الحفل هذا هو شنو نقول لك واحد كنسمى انسامبل علامه على انه كاينه واحد الروح انسانيه جامعة تتمثل في ثقافة الاحتراف، والجهود اللي كيديروها الأساتذة اللي شفتيهم ولا الموظفين، عن جهود ديال على الأقل 36 عام تخرجوا فيها دكاترة، فيها تخرجوا الآلاف ديال الطلبة، تمثلت الجامعة السمعة ديال الجامعة العالم كامل، هذا رهن على التمام، هذا قليل في حق هاد الناس، هذا ممكن الله يجازي هاد الناس اللي راهم تكلفوا راسهم حتى يستطيعوا
يعترفوا بهذا المجهود اللي داروا هاد الناس. الله يوفقهم صراحه. هذا الشيء كي يتلج الصلاه كما كنقولوا. ومهم مهم في الحياه الانسان، مهم في الحياه الانسان. راه الواحد ملي كيمشي ما هو تخف كتلقى الاكثريه كيقول لك لا سي با لا بين باش يديروا لي يديروا لي الاعتراف. ولكن ملي كتجي المؤسسه كدير ليه الاعتراف الجهاد في داك الشيء كيجمع له واحد التقدير وكيبين ليه بانه راه كان دار مجهود كبير ديك السيرة ديك المؤسسة ووصلها حتى هو دار كما كنقولوا فيها ووصلها لواحد المستوى. فهذا راه مهم. هاد الثقافة كيف خاصها تترسخ تترسخ في المؤسسات كلها وما نقولوش راه صافي بلاش. لا ثقافة الاعتراف مهمة جدا. ما غاديش نهضروا على شنو داروا الاساتذة في المنطقة. هاد ثقافة الاعتراف خاصها تبقى. الله يوفق الجميع ونشكركم على هاد الحضور ديالكم. تانتم لان الحضور ديالكم راه تا هو ساهم في هاد ثقافة الاعتراف. الله يوفقكم. أعتقد بأن الاحتفال والتكريم ديال الأساتذة وديال الأطر الجامعية كافة شيء طبيعي ومن الضروري القيام به. وبهذه المناسبة احنا كنشكروا جميع الأطر الجامعية من رئيس الجامعة ومن الكتاب العامين ومن العمداء والنقابة الوطنية للتعليم العالي بالسهر على تنظيم هذه التظاهرة هذا الاحتفالية بمناسبة تقاعد هذه المجموعة ديال الأطر التي أدت بكل تفاني مسؤولياتها فيما يخص التأطير والسهر على السيرورة العادية للإدارة والشؤون الطلابية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.